وحول أخبار الشركات الخليجية نذهب إلى بيروت، تنضم إلينا من هناك الزميلة ماري سالم محللة مالية في الشرق للأخبار. صباح الخير ماري. أحد أكبر البنوك في منطقة الخليج قطر الوطني طبعا أعلن عن نتائجه أمس، وكانت الزيادة 5% تقريبا 5.5% بأرباح البنك، صافي الربح لازم أقول في الربع الثالث. أين كيف قرأت نتائج البنك ومن أين أتت هذه الزيادة؟ صباح الخير سبا ويعطيك ألف عافية. يعني كل كان عم يترقب هذه النتائج بالأمس، وحتى كنا عم نشوف شوية تفاعل المستثمرين قبل إعلان النتائج مع الإيجابية اللي هي كانت متوقعة فيما يتعلق بنتائج قطر الوطني. ارتفاعات امبارح كانت على السهم تقريبا بحدود 1.4%، وحتى اليوم من بعد النتائج اللي صدرت بعدنا عم نشوف هذه استكمال لهذه الارتفاعات، ولكن في سبب إضافي غير النتائج اللي شفناها. هلا بالنسبة للنتائج، في شغلة جدا ملفتة إنه النمو اللي كنا عم نشوفه نحن بصافي أرباح بنك قطر الوطني كانت جاي مدعومة بالأوبريتينج إنكم اللي كان في عليها نمو كتير كبير، كان في عنا نمو بالقروض بالإيداعات بالديبوزيتس يعني اللي موجودة من قبل المستثمرين، وحتى بالكوست يعني النت انترست إنكم كان كمان في عليها نمو بحكم أنه كان في عنا نمو بالبندين السابقين. هلأ بهذه المرحلة يمكن كانت التوقعات شوية أنه نشوف بعض الاستقرار على الأداء تبع السهم، بس رجعنا نشوف حتى من قبل المحللين أو من قبل الأناليست أنه نشوف بعض الزخم الإضافي على السهم، يعني حتى التوقعات المستقبلية بنمو إضافي. نحن إذا نطلع سبا على أداء السهم من بداية العام لحديت هلأ، من أدنى مستوى وصل له اللي هو تقريبا كان ب 30 ماي، رجعنا شفنا ارتدادة جدا قوية على أداء كيو أم بي، وصلت تقريبا حدود 33% من 30 ماي لحديت اليوم. وهيدي الارتدادة اجت يعني في اخبار عدة صدرت من قبل البنك ساهمت بانه يكون في هذه الارتدادة، واللي عم بيساهم اليوم بانه نشوف هيدا الاستكمال للارتفاعات بوتيرة عالية ويكون الاكثر تداولا مثل ما اعتدنا يعني ضمن السوق السهم، هو الاعلان عن بدء عملية اعادة شراء الاسهم اللي كان اعلن عنها البنك سابقا انه هو بده يعملها، ولكن كان حاطط المهلة انه البيانات الماليه تبع الربع الثالث شو بتحدد من مسار هذه العمليه. البنك كان طارق كان اعلن سابقا انه حيشتري يعيد شراء اسهمه تقريبا بقيمه 2.9 مليار ريال يلي هي حتشكل يعني نسبه عاليه من الاسهم يلي هي مطروحه ضمن السوق، وحترجع تخلق نوع من تعزيز لهذا السهم. ولكن السؤال هو بيقول انه اذا 30% من وقت فقط الاعلان، شو حيصير من بعد ما نشوف الاداء تبع هذا اعاده التقييم، كيف حيكون التفاعل معه، خاصه انه المستثمرين دائما مع هيك أخبار بيكون في تفاعل إيجابي، لأنه مع إعادة الشراء بيرتفع سعر السهم، فبالتالي منشوف منحة آخر للأداء بعيد عن البيانات المالية وبعيد عن نفسية المستثمرين، وهي تعتمد بشكل كتير كبير على نظرة البنك لقيمة الأسهم يلي هي موجودة عنده. كرمال هيك نرجع لأسلوب إعادة شراء الأسهم. فهلأ نحن بترقب لمرحلة تانية هي حتأثر، طبيعي مش رح نشوف نفس التأثيرات على بقية البنوك اللي موجودة ضمن السوق القطري، لأنه يمكن في بند استثنائي بالنسبة لقطر الوطني اللي هو إعادة الشراء عم بيساهم بهذه الارتفاعات، ولكن بشكل عام إذا بنطلع سبب الفترة الأخيرة قطاع البنوك كان الداعم الأكبر لأنه يرتد المؤشر من تراجعات وصلت ل 15% لتراجعات اليوم عند 2.3%، ويعني عم بيكون عم بتفوق على نفس السوق بهذه المرحلة بهذه الارتدادات الإيجابية جدا مع أحجام تداول لا بأس بها. ماري سالم شكرا جزيلا لك.